ممدوح يمكن اجي لحضرتك، يمكن احنا النهارده ده يوم الختامي، وطبعا بنذكر الساده المشاهدين ان احنا ان شاء الله هنسيع النهارده مباريتين على الهواء. المباراه الاولى هي على تحديد المركزي الثالث والرابع، هتكون ان شاء الله ما بين الكونغو الديمقراطيه وايضا الكاميرون، دي هتكون في تمام الساعه الرابعه يعني بعد حوالي ساعه من الان. والمباراه النهائيه هتكون ما بين مصر او منتخب مصر ومنتخب المغرب الشقيق، وده هيكون في تمام الساعه السابعه، والمباراتين ان شاء الله هيتنقلوا على الهواء مباشره. كابتن، يمكن كلمنا عن نتائج البطوله اللي فاتت، يمكن الساده المشاهدين ما تابعوش اليومين السابقين للبطوله اللي كان فيها منافسات، ايضا عدد الفرق المشاركه، نظام البطوله، كلمنا اكتر على الناحيه التنظيميه والمباريات السابقه للبطوله. والله البطوله دي يمكن برضو قابلتها مصادفه غريبه ان عدد الفرق اربع فرق، يمكن مصر، كاميرون، كونغو، المغرب، فرق كتيرة كانت هتضيف للبطولات قوة، الجزائر، تونس، نيجيريا، من الفرق التقيلة جدا في أفريقيا على المستوى الفرق الدرجة الأولى. هنا الاتحاد اضطر ان هو يعمل نظام البطولة من دور واحد، ففي ماتشين اتلعبوا، احنا لعبنا الكونغو في الافتتاح وكسبنا الحمد لله 3-0، وفي ماتش الكاميرون كسبنا 3-1. هنا نتائج البطوله بتترتب النهارده، الترتيب من 1-4 النهارده، يعني نتيجه ماتش الكاميرون وكونغو كده الكونغو ان شاء الله خسرانه ماتشين، فبالتالي فرصتها بقت اضعف من الفرق الثلاثه التانيين. الكاميرون فرصتها اكبر، لان لو كسبت النهارده الماتش 3-0 هتقعد تنتظر ماتش مصر والمغرب، لا ان شاء الله مصر تكسب يبقى الكاميرون تاخد الفضيه مش البرونزيه. تمام، يعني المباراه برضو هتحدد على، يعني حتى المباراه مش بتاعتك بس، ده انت منتظر نتائج المباريات الاخرى. بالظبط كده، لا قدر الله مصر ما كسبتش يبقى الكاميرون هتنافس على لقب البطوله بفوزها النهارده. ولذلك لازم الاولاد يعرفوا النهارده اللاعبين المصريين ان لسه ماتش النهارده لازم نكسب عشان يبقى انت متصدر البطوله وتحصل على الميداليه الذهبيه، فلازم تكسب الثلاث ماتشات. طب كابتن، يمكن كم فرقه تتاهل لكاس العالم؟ فرقتين من اربعه، الاول والثاني. تمام. طيب هل زي ما انا قلت صحيح كلامي انه ما تعرفش فين كاس العالم لا مكانا، لان الدكتور سامح حمدي كان قال لنا كده في كان ضيفنا من حلقتين وقال الحقيقه ان كاس العالم لم يحدد حتى الان مكانه ولا ميعاده، ولكن سيقام. هو طبعا الاتحاد الدولي مشكورا ما فيش حاجه اسمها بطوله بتتلغي، هو كل قصه ان هو بيرحل البطولات، وان شاء الله في الاجتماع الجاي هيحدد مكان كاس العالم وميعاده. احنا علينا ان احنا نكسب النهارده ان شاء الله وننتظر ميعاد البطوله فين عشان بناء عليه يتعمل جدول معسكرات للفرقه عشان هتشارك في كاس العالم، لان الجيل ده جيل مميز، من ضمنهم 7 لاعبين مع الكابتن حسام، جيل رائع، في لعيبه ممتازه ان شاء الله هتطلع قريب تلعب في الدرجه الاولى. يهمنا ان احنا نعد الجيل ده اعداد كويس سواء في النادي الاهلي او منتخب مصر، ان شاء الله يمكن من ضمن الحاجات الانجاز لقناه النادي الاهلي برضو احب اشكر القناه النهارده، ان اول مره في تاريخ كره الطايره ان هم يذيعوا ماتشات لمنتخب مصر وكمان ايه للشباب، فدي حاجه تحسب للنادي الاهلي ولقناه النادي الاهلي، فان شاء الله في تقدم. ونعمل طبعا، بص هو طبعا حضرتك احنا يعني في اطار طبعا دعم القناه لابطالنا طبعا، وما فيش ابطال اكتر من ابطال اللي تمثل مصر، منتخب مصر، وهي يعني يعني اسم منتخب مصر زي ما قلنا بيبقى تقيل على اي تيشيرت، فطبعا قناه النادي الاهلي كانت لازم تكون هناك وكانت لازم تكون بتدعم الابطال، يعني خاصه الجيل ده.